سلام. هاي هاي، هلا بوي، كيف الحال؟ انتو زينين؟ لاني انا اليوم صدع، ما ادري ايش فيني، ما قدرت انام عدل. وانا نايم هذه العين كانت تعورني يا اخي درجه فظيعه، ما قدرت كل شوي اصحى. شو السالفه؟ اول مره يجيني هالالم هني. الم رصاص بس. خلاص يا اخي اسكتي، خلاص. شوفي ها، شوفي، يمكن كنت العب بالتلفون وايد، فاحس الحوار جاي من داخل، من هني. شوفوني هني داخل طبيعي للحين. والله احس اليوم، خلاص اليوم احس نفسي انا داية. اخ للحين عور، والله للحين عورني. خلاص ما استحمل اكثر، قررت اروح فوق عند المسبح، وقعد عند المسبح اشوف اذا المسبح بيساعدني ولا لا. وسويت لي شاي، هذا الشاي شاي اسود من سريلانكا، يحافظ على شوية. لا ما يحافظ، يخليك تسترخي يعني. فاذا نجحت، واذا ما نجحت ننتقل للخطة الثانية. عزوز شو فيك عزوز؟ اخي شفت واحد في المسبح، واحد يعرفني، مالي نفس الحين اروح هناك. اوه بنبات واحد شي ينشب لك هنا، شوف هذا لعبس ما ينزل. اخي انا الحين تعبان، ابي ادش اروح اشوف المسبح هذاك موجود. يعني شو هالحياة هذه؟ استغفر الله. الحمد لله الحياة حلوة ترى. بشوف السقف عادي. والله مرة استحيت، كانت في بنت هني، اقسم بالله انك انا كذا قاعد في زاوية. والله انا ما ادري ليش كذا استحي فجأة. بعدين ما راحت قلت لها سيو. بعد ساعتين وراسي للحين يعورني. شو لازم اسوي؟ راسي يعورني. خليها كذا حبوب. حبوب شو؟ حبوب شو؟ بنادول. بنادول؟ في موجود بس ما يحب دواء. ما ابي اكل. ما احبش اكل ادويه يا اخي. ايش فيني؟ ايش فيها الطاقه قاعده تروح؟ يا عزوز ارجع لحويتك. حويتك هذا فجاه تدخل معانا، ايش فيك؟ ليش دخلت معانا على الخط؟ ارجع لحيويتك. احس شيء، تعرف في واحد داخل في مخي شيء يسوي. شكرا. ها؟ 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 ياكل تمر؟ ياكل تمر. تباني افلعك؟ انا لا ما استخفيت شباب، انا ما استخفيت، قاعد نصور فيديو حق الانستغرام. انا والله بعدني ترى عقلي موجود. ارويكم الكواليس. ابوي بسم الله الرحمن الرحيم. هلا استحي، لا تصوروني وابوي متنقبب. شو اسمه؟ اخ عورتني، متكحلب دم خاينها. ضيفوني 2016. خلينا نصور. اوكي جايز، سو هير ار وي. ستيب 1، كيف تغسل المطبخ في 3 دقائق؟ ها يوتيوب، اذا الامهات فتحوا اليوتيوب. كيف تنظف المطبخ في 3 دقائق؟ تضع قليلا من المسحوق. اسمعوا جدا، انتبهوا جدا ايها المساحيق. هذا شو يمه؟ اوه هذا ايفون. ها كيف يفتح؟ ارفع الصوت. هذا كهرباء هذا. عقلك طيب. سلام. اول شو اه 4 دقائق استوى احمر لانه ما في. الحمد لله راح الصداع. ياه راح الصداع، راح يس. واخيرا رايح السينما الحين عشان اشوف فيلم واستانس. ياه ووو. ها ما اسمع، ابعد توبه. تخيلوا انت تروحون الموت وفجاه تشوف وات ار ذوز. الفيلم صراحه كان وايد حلو، فيلم جاكي شان، بس وات ار ذوز. استنى، أمين، نكلا. أوه ويلا. كان
في يوم حلو جانا صداع وراح الصداع. The Book of Answers، هذا الكتاب يجاوبك على أي شيء تسأله. خلينا نفرض لازم أنزل كل يوم في اليوتيوب. Better to wait. ها؟ شو قصدك؟ تسبنا هذا. شو قصدك؟ هل المفروض أنزل فلوجز كل يوم في اليوتيوب؟ Follow through with your good intentions. يعني؟ يعني سو كل يوم. Yes! بنسوي فلوج كل يوم. هوبا صديقي، تقدرون تحصلونها على هذا التيشيرت من محل شبخ لخلخ، موجود في الديسكريبشن. اذا لقيتوه هذا ويهي، صح ولا لا؟ ليش ما اشوف انا شو يقولون عني في التعليقات؟ اوكي اخر فيديو، اول تعليق اطلق من نزل واصل. هل من مصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفو. كم واحد مستغفر؟ سالفة متابعين غريبين، واحد يقول لي واصل والثاني يقول لي صلى على النبي، واحد يقول مطاوع عندي ترى. It looks like you played football in a swimming pool. Jeez. How I played football in a swimming pool. مبروك 500,000 مشترك. Yeah, I know. تفلت على عمري بعد. الله يعينك على اخوك، يعينك على اخوك ويخليكم لبعض. بن باز انت اي نادي تشجع؟ والله يا اخوي انا اشجع انا اشجع اي فريق يفوز. شجع كرسالة. ايه الكلب يشتري مشترك. اخي سبك هاشم. قال لي الكلب يشتري مشتركين وانا هلا وانا ماني مشترك على قناته، جاني اشعار. استغفر الله، انا متى اشتريت؟ انا في عمري ما اشتريت. هذا اللي عقولهم هالكبر يشترون متابعين. انا فاضي اصرف فلوس على اساس يجوني متابعين وامشي في المول ما حد يعرفني. يلا والله روح اتغدى فيهم. سؤال، انت ما تصلي؟ انت قاعد تسبني، انت اللي سالتني هالسؤال. كيف اعرف هذا؟ كيف انت ما تصلي؟ شو اللي انت اللي ما تصلي؟ واو اخوك وايد يشبهك. لا بيشبه الجيران يعني. اكيد اخوي من نفس الابو ونفس الام. بيشبه منو؟ ها بيشبه منو؟ لا تخليني اعصب عليك. هلو اي ام اماراتي. شو تسوي لك يعني؟ وين بنات اختك؟ ليش ما يطلعون؟ خيب زين خلاص هدي. بنات اختي موجودين في البيت، بعد عندهم مدرسه، كيف اطلعهم؟ ما يستوي. ما حد يضحكني غيرك. حط قلوب يطيرون زين، اقول لك حط قلوب يطيرون. هذا كان فلوجنا لليوم يا جماعة، إن شاء الله نشوفكم في فلوج باكر. لا تنسون تشترون، ما في شيء تشترون. بنسوي مرش جديد إن شاء الله، نسوي فانيلات جديدة. وشكرا على المتابعة وشكرا على الدعم اللي تعطوني إياه، لأن أنتوا اللي تخلون الواحد يكون على طبيعته، والواحد يثق في نفسه أكثر، والواحد يحب حياته أكثر. فخلكم دائما شيء إيجابيين، لما تكون إيجابي تخلي اللي حواليك إيجابيين. لا تنسون تنامون لأن باكر مدرسة. مو بحلوة النكتة؟ اوكي نشوفكم في فلوج باكر. عشان اذا بدينا هاي المره لازم ما نوقف. اذا وقفنا كهرباء، وين الكهرباء؟ تشوطني لمده 3 دقائق لين ما يطلع رذاذ من حجي. خير بقى رذاذ يطلع، هذا شو اسمه رغيف الخبز. شو يطلع من الحج؟ من الحج شو يطلع؟ حليب. اي حليب. ان شاء الله هاي المره ما بنوقف. يلا بوي مع السلامه. كوبرا مع السلامه.